هذا وقد أجرت كاميرا التلفزيون المصري لقاءً مع عدد من نواب مجلس النواب الذي وافق نهائياً على تمديد مبادرة سيارات المصريين بالخارج، وكذلك الموافقة على قرض خاص لتوسيع برنامج تكافل وكرامة. القانون السابق كان قد تم الانتهاء من الاستفادة منه بتاريخ 14 مايو 2023. كانت هناك مطالبات عديدة ومناشدات عديدة من المصريين في الخارج من خلال لقاءاتهم مع وزيرة الهجرة، من خلال التواصل مع الحكومة المصرية بضرورة مد القانون مرة أخرى والاستفادة منه. الحكومة تقدمت بمشروع قانون ما هو ما تم مناقشته اليوم بنفس الشروط بنفس المزايا بنفس الفوائد، هو مدة جديدة لمدة 3 أشهر. والقانون تضمن أيضا أنه من حق مجلس الوزراء تجديد المدة لمدة 3 أشهر مرة أخرى. تم بالفعل إعادة فتح الباب مرة أخرى لمدة 3 أشهر، أن فعلا تيسير على أي واحد عايش برا مصر أنه هو فعلا يبقى فيه سهولة فيه أنه هو ينزل بسيارة. وقد يكون هناك مطالبة بأن فعلا الدول العربية زي الدول الأوروبية أنه هو يبقى فيه أكثر تيسيرا على أي مواطن خارج مصر لوجود أي نوع من أنواع العملة الأجنبية. تكافل وكرامة يمكن هو من المبادرات القليلة اللي بتخدم قطاع كبير جدا من المواطنين، أكتر من 11 مليون مواطن مصري ما بينهم 75% نساء، وما بينهم أكتر من 1.5 مليون من ذوي الاحتياجات الخاصة، وأيضا 700,000 مسن. الحقيقة كل الفئات المشتركة هي فئات تحتاج الدعم وتحتاج كل السبل اللي توفر ليها كل التكافل بما يضمن لها حياة مليئة بالكرامة.